أبناء شعبنا القبطي في هولندا، السلام ليكم والنعمة. بحب إن أنا ألتقي بيكم دايما عشان أقول لكم على بعض التعليمات والتوجيهات بخصوص الظروف اللي بنمر بيها في الانتشار السريع لفيروس كورونا، وخاصة بعد ما امبارح الحكومة الهولندية أعلنت بعض الاحتياطات المتشددة في سبيل مواجهة الفيروس. كان أهم هذه الاحتياطات أن تحديد عدد المتجمعين في مكان واحد برقم 100. والعيب بعض كنائسنا القبطية في هولندا بيبقى المصلين في يوم الأحد أكتر من هذا العدد. فبعد استطلاع رأي شعبنا وكثير من الاتصالات، عشرات ومئات الاتصالات، شعبنا عنده حساسية خاصة من حيث ان احنا نلغي القداس يوم الحد والسبت زي بعض الطوائف ما بادرت وعملت كده. فاحنا يعني قررنا ان احنا نستمر في صلوات يوم الاحد وايضا في يوم السبت لبعض الكنائس اللي بتصلي يوم السبت، ومع الاحترام الكامل لكل التعليمات وكل التوجيهات اللي اصدرتها الحكومة بتحديد رقم 100 في كل قداس. وكل همنا وترتيباتنا وتعليماتنا لشعبنا في كل كنيسنا القبطية في هولندا ان عدد المصلين في الكنيسة في يوم الأحد ما يزيدش عن 100. وقبل ما نخش في هذه التفاصيل احب اقول لكم على بعض التعليمات المهمة اللي رعيها شعبنا في هذا الأمر. اول حاجة ان بالنسبة للأعضاء اللي هم عدوا 50 سنة أو أصحاب الأمراض المزمنة زي أمراض الربو وأمراض الكلى والصدر وبعض السيدات الحوامل، ياريت الفترة دي يلتزموا بعدم الحضور، يعني يلتزموا بالهدوء في البيت. كمان لمن يصيب يشعر بإصابته ببرد أو ارتفاع في الحرارة أو التهاب في الزور أو كل هذه الأعراض، برضو يفضل أن هو لا يغادر البيت، يفضل أن هو يقعد في البيت ويروح للدكتور بسرعة يسأله المشورة والمعونة. وبعدين عايز أقول لكم مفيش داعي بقى كل واحد يتنقل من كنيسة إلى أخرى، يعني مثلا واحد تبع كنيسة معينة يقولوا له لا ده كده العدد كمل أو يروح يصلي في كنيسة تانية، ما ينفعش. خاصة الدير، أرجوكوا الدير بيعتذر عن قبول مصلين من خارج حدود رعايته في أيام الحد، يعني في بعض المحبين يقول أنا النهاردة الحد أروح أصلي في الدير، ما ينفعش ما ينفعش، إحنا وقفلنا هذا الباب. الدير ملزوم بالمجموعة الصغيرة اللي هي مسؤول عنها في الرعاية. وبعدين من ناحية أخرى بالنسبة للمدارس، أحد اجتماعات الشباب هتعطل خلال الثلاث أسابيع القادمين لحد نهاية شهر مارس إن شاء الله، مبدئيا يعني اتخذنا هذا القرار. والحاجة الثانية إن بعد صلاة القداس في كل الكنائس أرجو إن شعبنا يلتزم بالانصراف، واللي محتاج أي حاجة من الكانتينة ممكن ياخدها معاه وهو مروح ما ينيمة، لكن مفيش قعدة بعد القداس. بعد نهاية القداس اللي محتاج حاجة ياخدها من الكانتين أكل أو شرب وينصرف فورا للبيت، ما فيش داعي ان هو يقعد ويحكي وتبقى قاعدة وسهرة. أرجو التزام بهذه المواعيد. أشكركم وكلنا بنصلي من قلبنا ان ربنا يرفع هذا الشر عن العالم وينجينا من الغلاء والوباء والزلزال والحريق زي ما بنصلي في صلواتنا التقليدية. شكرا جزيلا، ربنا معكم.